السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا، أهلا بكم إلى موجز إخباري من قناة الشروق. قال رئيس الوزراء إن قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، وأكد أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في معالجة هذه القضية وتوقع الوصول إلى نتائج إيجابية ومرضية. ولفت خلال مخاطبته مؤتمر نحو تنمية شاملة ومستدامة إلى عدد من التحديات، من بينها عقد المؤتمر الدستوري وإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية وبناء السلام. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن المرأة السودانية جديرة بقيادة عملية السلام وليس المشاركة في صنعها فقط، ودعا البرهان خلال مخاطبته المائدة المستديرة لمناقشة مشاركة النساء في طاولة السلام التي نظمتها تنسيقية النساء السياسيات والمدنيات إلى خلق سياسات واستراتيجيات شاملة لتوطيد السلام وتعزيز التنمية المستدامة. حددت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير 14 من ديسمبر القادم موعدا للنطق بالحكم في الاتهامات الموجهة ضد الرئيس المخلوع والمتعلقة بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي. كما حددت المحكمة 24 من الشهر الحالي موعدا لإيداع مرافعة الاتهام الختامية، والثامنة من ديسمبر القادم موعدا لمرافعة الدفاع. اعتمدت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة ولاية الخرطوم تشكيل فريق عمل مشترك لحماية وصيانة المواقع الأثرية من التعديات، وأكد معتمد الخرطوم على ضرورة حماية وصيانة المواقع الأثرية كإحدى البرامج المهمة والمشروعات الاستراتيجية، علاوة على تسويق المنتوج التاريخي والأثري للبلاد من واقع أن السودان يمثل منبعاً للحضارة الأفريقية. قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن الحكومة الانتقالية توظفت كل إمكانياتها وقدراتها من أجل تحقيق السلام باعتبار أنه يقود للتنمية، ولفت الوزير إلى أن تحقيق السلام يؤدي إلى زيادة في معدلات الناتج المحلي، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجات اقتصادية تعمل على محاصرة التضخم وإصلاح الخدمة المدنية وإزالة التشوهات في الاقتصاد الكلي. نهاية موجزنا مشاهدينا، قدمناه من قناة الشروق. مزيدا من الأخبار والمعلومات على موقع الشروق.net. في أمان الله.